حياكم الله طلابنا الأعزاء، طلاب مقرر حي 217، عشانكم نقدم درس بعنوان الهرمونات النباتية. أتوقع أغلب الطلبة ما تخيل أنه ممكن النبات تكون عنده هرمونات نباتية، عشان كذي اليوم راح نوضح لكم الأنواع الرئيسية لهرمونات النبات، راح نتعرف مع بعض على تأثير هذه الهرمونات على نمو النبات. الهرمونات النباتية مصطلح هرمون نقصد فيه مركبات عضوية، هذه المركبات العضوية تصنع في جزء معين من جسم المخلوق الحي وتنتقل إلى جزء آخر. النبات في أربعة أنواع أساسية من الهرمونات، النوع الأول الأوكسين، الجبرالين، الإيثيلين والسيتوكانين. إن شاء الله معاكم راح نغطي هذه الهرمونات الأربعة الأساسية. في البداية لازم ناخذ شوي خلفية علمية، وأكيد أنتم عارفينها وحابة أن أنا أستذكر معاكم أن الهرمون دائما هناك ارتباط كيميائي في موقع محدد على الغشاء اللي كنا نسميه المستقبلات. لازم هناك مستقبل للسماح اللي بدخول هذا الهرمون وظهار تأثيره على الخلية. المستقبلات البروتونية تؤثر في إظهار أثر الجين أو نشاط الإنزيم أو حتى على نفاذية الغشاء. نشوف الخلية الحين، هذه الخلية قلنا عندها جدار مثل ما عرفنا جدارها من السليلوز. نشوف الغشاء البلازمي، الغشاء البلازمي هو اللي فيه هذه المستقبلات التي تسمح بدخول الهرمونات إلى الخلية، ونشوف تأثيرها على مستوى الخلية ثم النسيج والنبات ككل. الأوكسين تعريفه أو مثال عليه أندول حمض الخلية اللي هو الـIAA، وهو أول هرمون نباتي مكتشف. تأثيره واضح في القمة النامية، في البراعم والأوراق الصغيرة والأنسجة السريعة النمو، يعني في الخلايا اللي عندها قدرة على الانقسام أو النمو السريع. انتقاله ينتقل في اتجاه واحد فقط، يعني مثلا لو صنع في هذه المنطقة وهذه النقطة فإنه يتجه بعيدا عن نقطة بنائه. ينتقل عادة في الخلايا البرنشيمية اللي ذكرناها في الدروس السابقة. سرعة انتقاله حوالي 1 سنتيمتر بالساعة. هذه الشريحة مثل ما هاي الصورة أيضا مذكورة في كتابنا، نحب نوضحها لكم تأثير الأوكسين. لاحظ أن عندنا أول شيء خلية بدون أي تأثير، لما دخلها الأوكسين حدث هناك استطالة على مستوى الخلية. شوف مع بعض الحين، افرض أن عندك هذه خلية نباتية، احنا نعرف أن الخلية النباتية عندها جدار، وجدارها عبارة عن مادة السليلوز. أوكي، الحين هذه الخلية راح أجيها اللي هو الأوكسين، فنمثل اللون الأزرق أنه هو هذه النقاط تمثل هرمون الأوكسين. هرمون الأوكسين يبي يدخل داخل الخلية، لكن علشان يدخل لازم يكون عندنا هناك مستقبل. فمثلا نشير باللون الوردي أو اللون البنفسجي كما هو واضح أمامكم أنه هو ذي المستقبل. أوكي، هذا المستقبل وهذا الهرمون، الهرمون راح يرتبط مع هذا المستقبل. فالحين نمثل ان هو هذه الهرمونات ارتبطت مع المستقبلات. الحين هذا النشاط راح يعمل ان هو يفتح مجموعة من القنوات، راح تفتح هنا مجموعة من القنوات. هذه القنوات تعمل على اخراج الهيدروجين، راح يضعف جدار السليلوز، وتكون هني مدى صلابتها وقوة الجدران تكون هني اقل. لما تكون صلابتها اقل راح يدخل هني عندنا مرة ثانية جزيء الماء، راح يدخل الى داخل الخلية. لما تمتلئ الخلية بالماء يحدث هناك استطالة على نمو على مستوى الخلية. لاحظ تأثير الأوكسين أو علاقة الأوكسين مع الشمس. لاحظ الحين هذا الشكل مثل القمة النامية. طيب هذه القمة النامية تحتوي على تركيز عالي من الأوكسين كما هو واضح أمامكم بالصورة.
الحين ايش علاقة الأكسين مع أشعة الشمس؟ الأكسين هو دائما يبتعد أو يكره الشمس فيتجه بعيدا عنها. لاحظ أن أشعة الشمس راح تأخذ هذا الاتجاه. الأكسين يفضل الجهة البعيدة عن أشعة الشمس، مو هي القمة النامية لها جانبين. الأكسين يتركز في الجانب البعيد عن الشمس. لما يتركز الأكسين في هذه المنطقة يحدث هناك استطالة. نغير لون يكون عندكم شوية أوضح. لاحظ أن هنا يحدث هناك استطالة في هذا الجانب على عكس الجانب الآخر المواجه أو القريب من أشعة الشمس. لاحظ هنا أيضا هذه صورة موضحة للخلايا. احنا قلنا فرضا هنا عندنا أشعة الشمس، نغير اللون تكون هنا عندنا أشعة الشمس. أشعة الشمس تواجه المنطقة القريبة، فالأكسين ما يفضل هذه المنطقة فيروح المنطقة الثانية فيتركز الأكسين في هذه المنطقة. لما يتركز الأكسين في هذه المنطقة نلاحظ أن الخلية فيها حين حدث هناك استطالة على عكس الخلايا التي لم يحدث لها تركيز أو لم تواجه الهرمون. الحين لاحظ هذه الصورة، هذه نبات لو خذينا وقطعنا القمة النامية، لاحظ بعد فترة أن النبات راح ينمو بشكل ملحوظ، لكن نموه راح يكون مركز أكثر بشكل جانبي، يعني يحدث هناك عرض في النبات لو قطعنا القمة النامية. الأكسجين أيضا يلعب دور في تكوين الثمار ويؤخر سقوطها. إنتاج الأكسين يقل مع نضج الخلية، يعني لو كانت عندنا ثمرة صغير ناضجة مستويات الأكسين تكون فيها مرتفعة، لكن إذا نضجت الثمرة مستوى الأكسين ينخفض، تكون هنا علاقة عكسية. مع نهاية فصل النمو معناته كمية الأكسينات فيها تكون منخفضة فيؤدي إلى سقوط الثمار. الهرمون الثاني الجبرالين، هرمونات تنتقل في الأنسجة الوعائية. تأثير هذا الهرمون يكون على نمو البذرة بحيث أنه هو يحفز انقسام الخلية، في النهاية يصير استطالة. لاحظ استطالة يعني هناك نمو طولي. هذا النبات لم يحتوي على الجبرالين، لكن النبات الآخر تم إضافة الجبرالين له. لاحظ النمو الطولي أو لاحظ طول النبات الملاحظ في الصورة. الحين نشوف هذه الصورة شوية. احنا قلنا مساعة يكون عندنا هرمون ويكون عندنا مستقبل. إذا عندنا هرمون نفس الوقت، علشان الهرمون يأثر في الخلية لازم يكون عندنا مستقبل. أحيانا هذا النبات أعطوه فقط ماء ولم يعطونا أي هرمون من لم يضاف إليه الجبرالين، فنمو النبات واضح أنه هو قصير. لكن هذه النبات في نفس الصورة مضاف إليه الجبرالين، لما حطوه الجبرالين صار عندنا نمو. الحين علماء أحياء النبات قالوا شوية هني في نقطة مهمة لازم نعرفها. في نباتات ممكن أن أنا أضيف للهرمون لكن النبات لم يحدث هناك أي استطالة، وفي نباتات لما أعطيناها هرمونات صار هناك استطالة. وين المشكلة؟ بدأوا يفكرون وقالوا أكيد الخلل في وجود المستقبل. أحيانا النبات يفتقد إلى وجود المستقبل فلم يحدث هناك أي تأثير لهذا الهرمون، على عكس هذا النبات. هذا النبات يملك المستقبلات، هذا النبات يملك المستقبلات. عشان كذي أول ما حطوا الهرمون حدث هناك استطالة في النبات. الهرمون الثالث هرمون مميز، وهو هرمون نباتي غازي يسمى به الإيثيلين. السنة الجاية بإذن الله تعالى راح ناخذ كيم 315 كيمياء عضوية، راح نعرف عن الإيثيلين. الإيثيلين عبارة عن كربونتين مرتبطين برابطة ثنائية، وبعدين عندنا هني الهيدروجين. فهذا الإيثيلين مهم في النبات لأنه يساهم في عملية النضج، فهو وين نحصله؟ في الثمار الناضجة،
والأوراق المتساقطة. لما تسقط الأوراق نستنتج إن احتمال كبير نكون فيه نسبة الهرمون الإثيلين مرتفعة. هو هرمون غازي فينتشر ما بين الخلايا، وأيضا ممكن هو ينتقل عبر اللحاء. نشوف الصورة، عندك الصورة حق الموزة، عندك 1 2 3 4 5 6 7، لاحظ مراحل النمو. هني عندك الموز كان اللون الأخضر، لو ناكله ما نحس في طعم سكر، نحس انه هو نشوف انه هو يابس، بس مع النمو نسبة هرمون الإيثيلين هني تزداد. هرمون الإيثيلين عنده يزداد، كلما زاد هرمون الإيثيلين في النبات كلما صارت أكثر نضج وأكثر حلاوة وأكثر طراوة. في نقل الفواكه والخضروات دائما المزارعين يفضلون انهم ينقلون الثمار قبل نضجها، علشان لما توصل حق المستهلك تكون وصلت الى مرحلة النمو او النضج المناسب. الهرمون الاخير هرمون السيتوكينين، هذا الهرمون مرتبط عادة في مختبرات دراسة الأنسجة النباتية، دائما هم يفضلون انهم يستخدمونه. ليش؟ لانه هو هرمون يحفز على النمو، وتاثيره ايضا يكون واضح وينتج لنا خلايا سريعه الانقسام، وهذه الخلايا او هذا الهرمون ينتقل عبر الاوعيه الناقله اللي هي الخشب. سيتوكينين يشجع الخلايا على بناء البروتينات الضروريه للانقسام المتساوي وانقسام السيتوبلازم. اتمنى ان انتم استفدتوا من درس الهرمونات النباتية. حياكم الله، ونشوفكم بإذن الله في دروس قادمة، ومع السلامة.